بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الحقيقة افتتاح معرض التسويق الزراعي الأول في مدينة كلبة. بداية طبعا هذا الهدف منه هو تشجيع الأخوة المزارعين المواطنين الاهتمام بهذه الحرفة وهذه المهنة، مهنة الأجداد والآباء، وهي جزء من الاقتصاد الوطني ولكن تحتاج إلى دعم. وها نحن الآن بادرنا بالمجلس البلدي لمدينة كلباء بالاهتمام بهذه الشريحة من المزارعين المواطنين وبمنتجاتهم، وإن شاء الله طبعا الناس كانت متخوفة مترددة من الاشتراك، ولكن أنا أعتقد أن أمر طبيعي لأنه معرض لأول مرة يعني يقام في مدينة كلباء، والهدف منه إن شاء الله نتمنى أن نشر الثقافة بين الثقافة الخاصة بالزراعة أو بالإنتاج الحيواني بين الناس بين المواطنين، ونتمنى إن شاء الله هذا المعرض أن يكون الاستمرارية وهو دعم طبعا للأخوة المواطنين المزارعين ولنشر أو لبيع منتجاتهم، كما أني أؤكد على مساعدة الأخوة المزارعين في بيع منتجاتهم بجانب الأسواق أو بجانب السوق السوق الخضار والفواكه في مدينة كلبة بدون أخذ رسوم من هذه الشريحة من المواطنين.